ازيكم يا سنة رابعة؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنراجع مع بعض درس بسيط جدا، وهو درس استقرار المصري القديم في الوادي. تعالوا بينا نبدأ. طيب، حياة المصري القديم كانت في البداية حياة تنقل وترحال، يعني ما كانش قاعد في مكان واحد، كان دايما بيتحرك من مكان لمكان تاني. أول حاجة لازم نعرفها إن كان بيعيش فوق الهضاب وما بيستقرش في مكان واحد. كمان المصري كان دائم التنقل والترحال. السؤال ده بيجي كتير جدا، بما تفسر ليه يا ترى كان دايما بيتنقل من مكان لآخر؟ هقول بحثا عن الغذاء والماء وصيد الحيوانات. كان دايما بيدور على المأكل والمشرب ويصطاد حيوانات. طب بعد كده عندنا حياته كانت غير مستقرة ومملوءة بالخوف والقلق، ودي حاجة طبيعية لأنه مش قاعد في مكان واحد. بس بعد ما اكتشف المصري القديم النار، كانت ليها أهمية كبيرة جدا في حياته. ممكن يجي يقول لي بما تفسر كانت للنار أهمية كبيرة في حياة المصري القديم؟ هقول له نستخدمها في طهي الطعام وللتدفئة والإبعاد الحيوانات المفترسة عنه. طيب كمان سؤال ممكن يجي يقول لي اكتشف المصري القديم نقط واستخدمها في طهي الطعام. طبعا الإجابة هي النار. تاني حاجة بعد كده بدأ يعيش حياة مستقرة ويفضل قاعد في مكان واحد. طيب ليه؟ بعد ما سد الجفاف فوق الهضاب مبقاش لقي مية، بدأ يبحث عن مكان فيه مية، فنزل المصري القديم إلى الوادي. بما تفسر ليه؟ بحثا عن الماء والغذاء بعد الجفاف اللي كان فوق الهضاب. طيب ما النتائج المترتبة على نزول المصري القديم للوادي؟ إيه اللي حصل بعد ما نزل؟ أول حاجة عرف المصري القديم الزراعة في الوادي واستأنس الحيوانات ورباها. كمان حياته اتبدلت من حياة تنقل وترحال إلى حياة استقرار. طيب ليه؟ لأنه بدأ يقعد في نفس المكان عشان يرعى المحاصيل والنباتات، لأنها تحتاج لعناية أثناء نموها. قام المصري القديم ببناء مساكن في تلك الفترة من الطوب اللبن. بما تفسر ليه بنى أصلا مساكن للإقامة فيها؟ طيب بعد كده بدأت تنشأ الكرة وتنشأ المدن. بعد ما كثرت التجمعات حصلت في الكرة، أصبحت قبائل وبدأ يظهر حاجة عندهم اسمها الانتماء، ثم الولاء للأرض والإخلاص ليها. طيب ما النتائج المترتبة على ساعدة الزراعة الإنسان على إيه؟ ساعدة الزراعة الإنسان على الاستقرار في المكان للقيام بأعمال الزراعة. بدأ يستقر ومبقاش دائم التنقل والترحال. بناء المساكن للإقامة فيها قرب المناطق الزراعية، بنى مساكن عشان يستقر ويراعي أرضه. تالت حاجة علمته التعاون، وآخر حاجة علمته المسؤولية. طيب تطورت حياة الإنسان؟ آه طبعا في الفترة دي تطورت كتير. طيب صنع إيه؟ صنع أدواته، أدوات الزراعة، وكمان قدر يصنع ملابس لنفسه من الكتان وجلود الحيوانات، وكمان عمل حبة تماثيل من الطين والصلصال. طيب ممكن يجي سؤال يقول لي أكمل صنع المصري القديم ملابسه من نقط ونقط. صنع المصري القديم ملابسه من الكتان ومن جلود الحيوانات. طيب بنى المصري القديم مساكنه من الطوب اللبن. يا رب تكونوا استفدتوا. الدرس بتاعنا لذيذ جدا، واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله.